شحال عسل شحال عسل ملي دوزتو اليوم جيت عند مرت خويا عاوتاني هي اختي داروا لي ثاني كاسه قالوا نبقى نتزوج ان شاء الله. ها انتم حباب دابا غادي نسكو بدات ان شاء الله طابها كيفاش تبرد جميل؟ لا من القصري اخوتي من القصري البرمه تقلب عليه خاصه تقلب عليه البرمه بسم الله باش يجي معلب وزين وبنين. غادي نحط شويه تاع سمينه وفينا هي السمينه الله يحفظكم لينا ويخليكم لينا وخيركم في داركم الخوت وكذا حباب وسمحوا لينا اللي كتوحم سمح لينا بزاف وبزاف ومندوب قليله حلوه تكون توحم وجلس تفرج تشوف هاي والله يا ربي الله واللي ما عندهاش فيديوهات الله يرزقها الله يعطيها الدريه صافي راجل ولا مرأة اللي كانت امي مصفى هي امي ابني الفرج راه تصل صافي صافي يلاه سدي لي من هاد البركه صافي حمد هذا حمد كاين سكيني سكيني مشاو قعدوا مشاو خوتي قعدوا خلوني انا ما حلتي الكسكيس ما حلتي الله يطيح لي طيح شي باطل لشي حد ومامرت محمد خويا جميله من الصباح هما يدهو ومجبدين على القنابل واي واخا تحشميش هاي هاد الكسكس راه ناكلو فيه 10 ديال واخا يديها خليه راه ناكلو فيه وانا راه قلت لهم ما زعما اخوتي وانا اخوتي راني تعذبت وراني من الصبح وانا نطيب انا البلجيكي الناس يضربوا الطعام وانا نطيب لي في الصوبار خايتي انا راني نطيب الراجل عندي في الصوبه درت لي هنا شويه الخضره درت لي شويه القرعه درت لي شويه الدجاج الدجاج ماشي هذاك البلدي اللي كان درتيه بالرومي ايوا درت ليه شويه خيزو درت ليه القرعه كورجيت درت ليه واحد الفليفله درت ليه زبده العود درت ليه بزيره ودرت ليه خوتي الصوب
ايوا خيتي نتهلا في الراجل شحال دزت نص ساعه خليه يموت مسكين بالجوع. لا 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 الواحد هو اللي تهلا في زمانه قلنا راه في البلاد. هاي قالتك ام عيد فردت تبارك الله سبحانه تبارك الله سبحانه. سق اخوتي سق يا دوب سق 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 حط حط خوي خط سق 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 محمد عبد الرحيم سق يا عبد الرحيم انا ما بالي بغدا انا راهي ندير غدا وغدا يا ويلي يا والله حاجه انا شنو طيبه والله حاجه لا تلاحت وشو دار الثلاجه وي لا لا الحمد لله عيد كلاش على الله دابا تشوف ياك هاي دابا تشوف انا وجميله تبارك الله اش نقول لك علي عنده شي فضخره خرج لي علي عنده شي فضخره خرج لي ولي عنده شي كرش لها كانت رقيقه راه ولا تعب واحد هو اللي يكون عنده ربوط هاك يا سكين هاك هاك وانا نمشي خوتي نجيب جباني ونحط ليا الصوبه يا نعز عليه الريجيم. شوف شوف ربي جيتي من العشاء في القصعه عينودي هرب شفت والله هاي حق ربي ليا من العشاء في القصعه عينودي هرب شوفوا هذا هو اللي يعرفنا على حقيقتنا. حطي دبري خيزو دبري خيزو من اين الخواتات من اين هذه العائله انتوا ما عارفينش خواتات من جيكم غير الخو تبارك الله السلام السلام على رسول الله إلى الجلال سيدنا محمد الله مع الجلال هاي 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 نزري ولا هذه راه قصعتك نزري ولا درنا ديك السبوع تاع العرس ديالك لا حق نسيت تبا تعال ربك كمل العرس هذه خويتي راه شهر العسل وين كان لك هذا شهر العسل شهر العسل ملي دوزتو اليوم جيت عند مرت خويا عاوتاني هي اختي قالوا لك ثاني قصه قالوا نبقى نتزوج ان شاء الله حتى الفضاق يخرج حتى الفضاق الله يمشي انا الطوفان الفقر يلا اللي جنبي الله يكبر عرفتي كيفاش نهش عندي الكتاب عنقلب لك الميده اي اش دير الميده غنحطك فيها غنلبسك سيره العمارية 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 صافي صافي ويضحك عليه يا ودابا راك عندنا كلوط ان شاء الله القصرية اليوم القصرية وغد العمارية غدا ندير نقلب الميدة انا راه خوتي هانتوما راه نقلب الميدة هادي عليه جات عليه ونهزها جات عليه هادي عليه جات عليه هادي عليه جات عليه هادي عليه تبارك الله عليكم اخوتي والله يحفظكم لينا والله يخليكم لينا وشكرا لكم بزاف بزاف وانتم شطو ساكنة على حقيقتكم هذاك الشيء اللي كاين ها شوف شوف بديت العبديات بدات على حق وطريقة تبارك الله عليكم كاملين شوف اشوف ياه وماشي حيناكم وغرق تبارك الله وبدات غرق هذا هي هذه هي النجمة الحقيقية هذا هو النجمة ديال الصح اييه الخوتي المجمع ديال العائله مجموعين فيه الحلال راه قلتها لهم قلت لهم باقي كاع ما يلا خوينا عليه المره الاولى وراه قصري بزاف تبارك الله وشوفي ثاني زوج من ما ينطق على الصوبه هذا الصوبه ديال بلجيكي الصوبه بالخضاري ها انتوما زين هاد صاحبي البلجيكي حنا مفرطين فيه راه هو الاول هو الاول ومازال ياكل حتى من هاد الشيء ان شاء الله اي كلشي هاي شوفوا يتخلع كلشي عشوفوا عينو يهز حوايجو ما بقاش يمشي يعاود يمشي اليوم يقول لك نتوما ماشي بنادم لا حنا بنادم نتوما نتوما تاكلوا نتوما تاكلوا داك بلاد على قدها خاف هاي خاف دابا يعاود يخافها على كراو وليد كل وليداتهم صحتنا وراحتنا قلنا ليه حنا راه بازل عاد تشوف شله تبارك الله شله خير هذا قلنا ليه المغرب وخوتي ورحبوا به فيما مشى يرحبوا به والله العظيم فيما مشى يرحبوا به المغرب راه بلد مرحب ترحاب وبلاد الضيافه وبلاد كل وكل هنا المشاهدين انتم تستاهلوا هذه القصعه مرحبا كومونتات زوينين يحفظكم وصحتكم وراحتكم وهذه ديالكم تستاهلوها الخوت تستاهلوها تستاهلوها والله يحفظكم الزينه
بيناتها. الله يحفظك. باهية وباهية. يلا نوضي نوضي. الله يا العائلة. يلا. هادشي حلو هادشي اخويا. معكم يومياتنا في البادية مع الحباب ومع الخوت.